أمان إيش حيوان؟ يا أمي في شيء عم يمشي؟ ما أعرف. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ رهف. رهف. رهف اليوم أنا محضرت لك هدول صناديق الثلاثة مشان شو؟ مشان تكتشفي شو داخل الصندوق. من خلال شو؟ حواسك. تمام؟ طيب راح بلش معك بأول صندوق، بس ما تتطلع، يعني بدون ما تتطلع بدك تعرفي. اعتمدي على حواسك الخمسة. تفضلي حطي إيدك. في شيء مخوف؟ لا. أمانة إيش حيوان؟ أيوة كلب. حاطين كلب هون بالصندوق. حاطين كلب عن جد. في كلب. إيه كلب صغير. شو حسيتي أنتي؟ شو هذا؟ شو حسيت؟ شو هي؟ لعبة أو شيء؟ لعبة. إيه شو هي يعني؟ شو هذا الشيء عم يطلع صوت؟ دقيقة اكتشفي. شيء مثل السيفة. مثل السيفة؟ شو؟ سيفة. هي السيفة عم تطلع صبارة. واو. لا صبارة رائعة. لا مو صبارة. شيء عم يطلع صوت. صبارة ما بطلع صوت يعني. ما عرفت. طيب ما عرفتي؟ طب شو هذا الشيء؟ ما بعرف. اكتشفي اكثر. هلا ليكي هو في صباره جوا، برافو عليكي، بس في شيء ثاني اللي عم يطلع صوت. انا بدي ليفه. في ليفه كمان. برافو. بفله. البفله. انا عم دوس ليفه ما عم دوس بفله. شوفي كل شيء انت. انا بس ماسكه بالي شيء واحد. لا دقيقة. اختي برافو عليكي. لا انت لان اول شيء ما فهمتي صح لهيك، بس لا برافو. خلص برافو. ايه هاي البفلة هلا شفتها. شو لونها؟ شو لونها؟ ما بتعرفي؟ اكتشفي يا ايدي شو لونها. اكتشفي يا ايدي. اسود. لا مو اسود. طيب عم بمزح معك يعني. رح ننتقل على الصندوق الثاني لحتى نعرف شو فيه. خشخاشة دولات او هيك. لا مو اسود. دقيقة استنى. حية لعبة يعني. صح هي لعبة. صح مزبوط. لسه في شيء؟ شو هاد يا رهف؟ شو هاد؟ لا بس حية. يعني مو حية؟ بلا حية. ليكي حية. وقفي لأرجيك إياها. وينها؟ شوفي كيف أنا ما بخاف من الحية. هاي حلوة؟ تمشي هي أحيانا. طيب الصندوق الثالث. يا أمي في شي عم يمشي؟ شي عم يمشي يا شو هاد؟ مثلا شو راح يكون الشيء عم يمشي؟ شو هاد اللي مسكته؟ حط ايدك. والله ماني حاطتها. في شيء مستحيل بقى تحط ايدها. يا لك لا عن جد ما في بس انا نقزت لانه عرفتي. والله في حيوان مشي تحت. طب تعي نشوف. يا امي حطي ايدك اخر. والله ماني حاطه. بس مره شو لك. لا شيء كثير صغير والله. قولي والله مو حيوان. والله العظيم قولي والله مو حيوان. لا هو مو حيوان. خاف هو مو حيوان. والله مو حيوان. مو شيء حي. مو كائن حي. لا كائن حي هو بس مو حي. يعني مو حية. يلا حطي ايدك اخر مرة عن جد. يلا حسي. والله العظيم خايفة تربح الجاي. لا والله بس انا لانه عن جد خفت ما بعرف ليش. يقول لي شيء حرك. خلص اخر مرة. ليك هو شيء هيك الصبح بيكون عم زقزق. عصفور؟ ايه عصفور حقيقي بحب العصفور. صح عصفور. خلينا نشوفه. برافو. بس انا نقزت لانه عم يطير لبرا. ليكي اذا بدك تشوفي هو فيك تقولي نوعه ولا ما بتعرفي؟ لا ما بعرف انواعها. انا ما بعرف انواعها. طب هو طير الحجل اسمه. تمام. اذا بدك تشوفي في شيء بده يطلع. لا قربي قربي شوفي من قدام. شفتي حلو. حلو ماشي. شكرا. وقفي هون. والله انا اللي تقطع قلبي كذب. انا حطيت ايدي وهو طار. لك وانا هيك انا حطيتها فهو حرك من تحت ايدي. عرفت عن جد. طيب انا استاتني تحت تاثير الصدمه. جائزه وين؟ انت ربحتي معنا جائزه مقدمه من يلا تي في. لك شكرا كثير لك. وبس باي.